السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. بديت لكم لا فيديو تاع اليوم بهذه التدبيرة اللي بزاف هايلة، طريقة تجفيف المعدنوس. انا هذه الطريقة نعتمدها من مدة ودائما نقول نبارطاجيها معكم، هذا وين كتب ربي. شوفوا انا عندي كانت هنا عندي ربطة غير صغيرة تاع المعدنوس، مالفا ندير كميات كبار، مي هذا الخطرة حبيت نوري لكم غير كمية صغيرة. شوفوا غسلتها بالطباع ونحيت لها دوك الاغصان الكبار، قطرتها مليح ومن بعد حطيتها لهنا في هاد السنيوه، فرشتها مليح وخليتها تنشف. لازم المعدنوس تاعكم ينشف في بلاصه فيها الظل وتكون مهويه، وسختو سختو يعني ماذا بيكون بلاصه ما تكونش فيها لوميديتي. فوالا بعد ما نشف لي مليح، انا دالي تقريبا 3 ايام كان نشف بيان، وكيما راكم تشوفوا حافظ على اللون تاعو الاخضر الزاهي. دوك راني نحي في هذوك الاغصان الرقاق كامل في المعدنوس، وهاد العملية تقدروا ديروها قبل ما تنشفوا المعدنوس، يعني تنحيوا جوست الأوراق وتنشفوهم، يعني في الأخر تجيكم العملية سهلة ترحيوه برك. بصح هنا أنا نحيت الأغصان الخشان وكيبس لي أني نحي في هاد الأغصان الرقاق اللي يجو مع الأوراق تاع المعدنوس. فوالا بعد ما نحيت كامل الأغصان الرقاق كيما راكم تشوفوا رايحة نتخلص منها بيان سور. وبالنسبة للأوراق كيما قلت لكم دايما ما تحطوش في الشمس باش يحافظ لكم على هاد اللون الأخضر. هنا يا حبيباتي عندكم طريقتين، واذا حبيتوا ترحيوا المعدنوس تاعكم رقيق كامل هكا ديروه في الاطباق ولا ديروه في اللحم المفروم يعطي بنه هايله، ديروه في صفايه صغيره وتبقاو تضغطوا عليه، كي يكون ناشف مليح راح يخرج بكل سهوله رقيق، يعني كي اللي رحيتوه شوفوا راح يجي بزاف رطب. وبالنسبة للطريقة الثانية اللي رايحة نعتمدها أنا، اللي هي نرحيوه غير بيدنا، يعني نحاولو نرحيوه غير شوية باش يقعد هكا شوية خشين، هكا نستعملوه في تزيين الأطباق، يعني يعطينا منظر الشباب في تزيين الأطباق، نزينو به الدجاج المشوي ولا اللحم، نزينو به أيضا الأطباق تاعنا التقليدية، يعني المعدنوس على بالكم يدخل في بزاف أطباق. وكي يعني يكون متوفر عندكم معدنوس اخضر هذا استعملوه فقط للتزيين، صدقوني رايح يعطي منظر شباب للاطباق تاعكم، وحتى في السلطات تقدروا تستعملوه. شوفوا حبيباتي اللون الاخضر الرائع تاع هذا المعدنوس، انا نكمل كامل نرحيه ومن بعد نوري لكم الشكل تاعو النهائي. وبعد ما كملته كامل نحكم ملعقة صغيرة نبقى نرفد في المعدنوس تاعي ونحط في بلارة. من الأحسن دايما هذه التوابل والأعشاب تحفظهم في بلارة تكون زجاجية هكا باش تحفظ لكم النكهة تاع التوابل. صدقوني هاد الأعشاب هكا الناشفة كيما النعناع والمعدنوس يحافظوا على اللون تاعهم بهذه الطريقة، ويحافظوا أيضا على الريحة. أنا نرحي فيه وريحة المعدنوس راهي دايرة حالة. فوالا حبيباتي هنا كي كملت شوفوا الكميه جاتني قليله، بصح صدقوني هذه ندير بها شحال نخطره، باسكو في التزيين تحتاجوا غير قرصه برك من هذا المعدنوس رايحين تزينوا به الاطباق. هنا نفرغ لكم في يدي باش تشوفوا اللون تاعو هنا في الضوء يبان لكم مليح، لون اخضر بزاف شباب. ومن بعد ندوزو ديريكتومون نديرو واحد الاكله ولا واحد الطبق انا اول مره نجربو، بصح جا بزاف بزاف بنين، ورايحين نزينوه في الاخير بهذا المعدنوس. ما تروحوش بعيد، بقاو معايا ما تنسوش تخليوا لي لايك، ويلا نشوفوا مع بعض واش رايحين نديرو اليوم. حبيباتي رايحة ندير معكم العصبان الوهراني، هاد الوصفة أول مرة نديرها في حياتي وجامي ذقتو، أنا نعرف عليه بلي يجي بزاف بنين، قلت لازم نجربو ونبارطاجي معكم إن شاء الله الوصفة. الوصفة ديتها من عند وحدة وهرانية يعني عطت لي كامل الأسرار. نبداو بأول مكون بالنسبة للحشو، عندي هنا الدوارة. شوفوا الدوارة أنا درت كمية تاع الدوارة وشوية مرية وشوية من الأمعاء، طيبتهم في الماء والملح، كي قطرتهم مليح وبردوا رحيتهم في الروب، وحين تحصلوا على هذا الشكل. شوف انا اول مره نسمع بالدواره مرحيه، بصح هذه هي الوصفه يعني الاصليه، حين تحصلوا على هذا الشكل. هذا المكون الرئيسي في الحشو. نحتاج ايضا نخلطوا معه كميه تاع الرز. شوفوا عندي كميه ممكن نديرها كاع ممكن ما نديرهاش كامل، كي نخلط نشوف عيني ميزاني. هنا الرز طايب
عادي في الماء والملح. عندي ايضا كميه تاع القزبر، كميه مليحه كما راكم تشوفون. عندي ربطه صغيره درتها كامل، حبه بصل متوسطه مسكرفته، والمكون الرئيسي هنا في هذه الوصفه هو المصران. بالنسبه للمصران تدو المصران الغليظ، هذا انا غسلته مليح ومن بعد جمدته، ومن بعد النهار اللي تحبوا تحشيوه تجبدوه من الكونجيلاتور. ليسونسييل هذا ما طيبوهش، ما ديروهش كامل في الماء سخون هكا باش ما يتفتحش معكم. عندي راس تاع الثوم، مهم جدا الثوم في هذه الوصفه. وايضا بالنسبه للتوابل اهم توابل هو الكمون، الناس وهران يستعملوا بزاف بزاف الكمون. عندي شويه ملح ما نكثروش باسكو الروز ديجا فيه الملح والدواره تاعي طابت في الملح. عندي شويه تاع العكري، وهنا شويه طماطم مصبره ملعقه كبيره، وملعقه صغيره تاع الهريسه بالنسبه للناس اللي تحب الحار. نديو ان ريسيبيون ولا يعني ان بول هكا صغير، اول حاجه نحطو فيها الدواره تاعنا اللي كنا رحيناها، نزيدوا الكميه تاع الرز. انا ندير ونشوف، ما لازمش تكون كميه كبيره تاع الرز يعني تغلب كميه الدواره. نضيف البصل هنا برك باش نوري لكم، سينو البصل والثوم تقدروا ترحيوه مع الدواره تاعكم، يعني باش يطلقوا نكهه مليحه. تقدروا ديروا الدواره، ديروا التوابل، ديروا البصل والثوم وترحيو كلش مع بعض. ندير القزبر ونضيف الثوم والتوابل. انا العصبان تاعي حيجي حار، درت له ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره مع ملعقه صغيره تاع الهريس. نخلطوا كامل هاد المكونات حتى تدخل التوابل مليح في العصبان تاعي، ومن بعد تقدروا ديروا غير في لسانكم تذوقوا، اذا خاص الملح تقدروا تزيدوا. وهنايا بعد ما نسجموا مليح المكونات، شوفوا الحين تحصلوا على هذا الشكل. هنا رايحه نضيف شويه فلفل الكحل، كنت نسيت ما ذكرته لكم مع التوابل يعني تاع هذا العصبان. نخلط مليح فوالا، ونبدا مباشره نعمر في المصران تاعي. هنا كاين الناس اللي يقليو، هي صديقتي قالت لي قلي، من الاحسن تقلي شويه هذا الحشو قبل ما تعمري، بصح انا راح نعمر مباشره باسكو الريحه تاعو راهي هكا بزاف هايله. هنا يا حبيباتي ندي المصران تاعي اللي كان كنت نقيته ديجا من قبل، كما قلت لكم درت له الخل ونقيته مليح من البرة ومن الداخل، نحطو هكا في سنيوة. هنا بالنسبه لهذه الجهه الرقيقه انا كنت عقدتها درت لها هكا الخيط، وهنا الجهه الخشينه منا اللي رايحه نبدا نعمر. بسم الله هكا، اذا كان واحد يعاونكم يعني رايحين تعمروه بالخف، حاولوا تعمروه وتهبطوا هكا. فوالا البنات، انا بهذه الطريقه نعمر ونهبط. شوفوا بهذا نحيتو فيه داك ميليسا، نهبطوا هكا شوفوا بهذه الطريقه حتى نكمل كامل نعمره، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. وهنا يا البنات بعد ما كملت حشيت كامل المصران تاعي، شوفوا هنا قعد لي سباس، هنا ما نحتاجش الخيط، جست نعقدو فوالا وهي فرات. باسكو علاش دوك كي يطيب راح يزيد يحكم روحو ويزيد يتكمل شويه هذا المصران، دونك دائما نخليو له لي سباس، ما تعمروش بزاف، خليو شويه الفيد هكا في الوسط. ومن بعد نحكم ان كوردون ونحاول ندير له ثقوب هكا باش يتنفس مليح باش ما يطرطقلناش كي يكون يطيب في الفرن. فوالا ديروا له غير شويه ثقوب ماشي بزاف. من بعد نجيب البلا تاعي اللي يدخل للفرن ونحط فيه المصران تاعي. وهنايا شعلت للفرن، شعلت له من الفوق ومن التحت، بقات لي فقط المرحله الاخيره. جبت هنا شويه زيت رايحه ندهن مليح المصران تاعي كامل مع الجوانب، ونحاول ندخل الزيت هكا مع الاطراف هكا باش يطيب ويتحمر مليح. ما تغطيوه ما والو، دخلوه ديريكتومون للفوق، تشعلوا له من الفوق ومن التحت، يدي لكم تقريبا 45 دقيقه ليسونسييل حتى تشوفوه دا تحميره شابه. قسمه يطيب البصل، وعلى بالكم كلش الداخل طايب، يطيب غير البصل الداخل ويتحمر ويطيب هذا المصران.
انا نطيب المصران تاعي ان شاء الله ومن بعد نتلاقى ونشوفوه واجد. فوالا حبيباتي، بعد ما طاب المصران تاعي وتحمر ولا العصبان الوهراني، شوفوا انا دالي سوسوا 50 دقيقه في الفرن وما درت له ولا قطره تاع الماء. برك هذيك الزيت اللي شفتوني دهنتو بها، وكيما على بالكم فيه البصل فيه القزبر كامل هذو حين يطلقوا الماء. الريحه تاعو كي كان يطيب ما نحكي لكم، شجع بزاف هايل. مام الذوق تاعو لداخل جا مميز مختلف، تقولوا فيه لا فيونداشي، هو ما فيه ولا يعني شويه تاع اللحم، فيه غير هذيك الدواره كيما شفتوا، قلت لكم دواره وفيه شويه ريه. هنا بعد ما برد غير شويه رايحه نزينه بهذاك المعدنوس المجفف اللي كنا درناه في بدايه الفيديو. صدقوني هذا المعدنوس يعطي نظره شابه للاطباق تاعكم، تقدروا تستعملوه في جميع الاطباق وحتى كما قلت لكم في السلطات، يعني يعطي بزاف شكل شباب للاطباق تاعكم. وهنا يا اكيد اكيد رايحه نقسم معكم هذا العصبان، تشوفوا الشكل تاعو من الداخل. بالنسبه لهذا العصبان كيما قلت لكم اول مره في حياتي نجربه. بنتي ما تحبش بزاف الدواره، مي كلاتو عجبها، قالت لي ماما فيه فيونداشي، قلت لها ايه فيه فيونداشي، هو ما فيه والو فيونداشي. يعني هذوك التوابل اللي درنا له مع هذاك القزبر يعني يبدل كامل ريحه الدواره، تجي فيه واحد الريحه بزاف هايله، حتى اللي ياكلو ما يعرفش اصلا واش درتي فيه. وواحد يكون ما يحبش الدواره يقدر ياكلو بلا ما يعرف واش فيه. فوالا هنا قسمت لكم امغصو باش تشوفوا الشكل تاعو من الداخل. كيما راكم تشوفوا انا قربت لكم باش تشوفوا مليح، هو يجي الشكل تاعو يشهي. يعني هذيك الدواره ما تكونش ميدمه بزاف، بيسك علاش راهي ديجا غلات وطابت في الماء والملح، دونك كامل هذوك الزيوت وهذيك الريحه تاع الدواره كامل تروح في الماء والملح. هنا كي ترحيوها وتبلوها وديروها في هذا العصبان صدقوني يتبدل كامل الذوق تاعها. هنا الوهرانيات اللي راهم يشوفوا نتمنى يعطيوا لي رايهم ويقولوا لي اذا يديروه هما بهذه الطريقه ولا عندهم يعني حاجه وحده اخرى يزيدوها ولا ينقصوها. هي صاحبتي قالت لي بلي كاين اللي يديروه اون صوص، يعني مع الحميصه في لاصوص، ومن بعد يجبدوه ويحمروه في الفرن وتبقى هذيك الصلصه يرافقوه بها. هذيك طريقه ثانيه تبان مليحه، مي انا دخلته ديريكتومون للفرن. فوالا البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم وتشجعوني بلايكاتكم. نقول لكم نحبكم بزاف، نتلاقاو في فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.